شيء كلكم بنعطيكم، بس بيجيبونا الحين الكاميرا. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، متابعا ما شاء الله لهذه الانطلاقات الجميلة، لهذه الأحداث المميزة هنا على أرضية هذا الميدان. ونحن دائما نتمنى إن شاء الله التوفيق، نتمنى الناموس للأخوة المشاركين المتابعين لهذه الانطلاقات هنا على أرضية هذا الميدان. اذهب هناك إلى الصدارة، إلى المركز الأول ما شاء الله، نوف لعبد الله بن علي بن سعيد العويسي، بينما اللي في المركز الثاني، اللي في المركز الثاني دلع أحمد بن عبد الله بن محمد بلهلي صاحب الأسامي الجميلة، الأسامي الدلوعة، نتمنى إن شاء الله يا أبو محمد. بينما اللي في المركز الثالث غارة أحمد بن عبد الله بن محمد بلهلي، النقلة على المركز الرابع هناك من الجانب الثاني، أيضا مناورة للسيد أحمد بن سالم بن علي بن عوي الشامسي. وفي المركز الخامس، اللي في المركز الخامس هنا نجمة، في المركز الخامس الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم، محمد بن عبد الله بالدبيلة. وفي المركز السادس هناك من تأتي في هذه اللحظات اللي هي أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز السابع، اللي في المركز السابع هنا من تأتينا في هذه اللحظات الجميلة سيدة للشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد مكتوم محمد بن عبد الله بالدبيلة. وفي المركز الثامن، اللي في المركز الثامن هناك اللي هي لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان براز المكتوم مضمن راهي سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز التاسع ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا الدخول الجميل هنا مع تواقة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان براز المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة، عاشرا قطنة للسلطان بن ناصر بن سعيد العويسي. هكذا مستمعين الأعزاء، هكذا إخواني الكرام للمراكز العشر اللي ذعناها عليكم بالوفا والتمام. غارة غارة ودلع، غارة ودلع لأحمد بن عبد الله بن محمد بالهلي، أيضا مسيطرا هنا في هذا الانطلاق الجميل، هذا الانطلاق المميز. يلا يا أبو محمد، يلا يا أبو محمد، افرحنا، افرح محبينك، جماهيرك، جماهير هذا الشعار. أول وثاني المراكز، بينما اللي في المركز الثالث يا سلام يا بن عوي، ينتقل شعاره من مركز إلى مركز، من موقع إلى موقع مع مناورة أحمد بن سالم بن علي عوي الشامسي. بينما هناك اللي في المركز الرابع، اللي في المركز الرابع نوف لعبد الله بن علي بن سعيد العويسي. وفي المركز الخامس اللي هي افراح لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم السعيد بن عبيد الحميري، سادسا من الجانب الثاني قطنة حرك العويسي شوي، حرك العويسي، بدا يكلمها سلطان بن ناصر بن سعيد العويسي. بينما اللي في المركز السابع هناك لسمو الشيخ محمد بن راشد محمد بن راشد مكتوم محمد بن عبد الله بالدبيله اللي يضمر نجمه. وفي المركز الثامن، اللي في المركز الثامن تواقه لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم محمد بن سعيد بن حلوه. وفي المركز العاشر تراحيب لسعيد بن سلطان بن محمد العرياني، عاشق هذه السلاله وهذه النوعيه. هكذا كانت النتيجه، هكذا كانت نتيجتنا أيها الإخوة مستمعينا، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز. بدنا ما شاء الله متألق، متعود على اليمايل، متعود على المركز الأول. غارة في مقدمة هذا الشوط، صاحبة الإنجازات في العام الماضي، بينما هناك دلع في ثاني المراكز أحمد بن عبد الله بن محمد بالهلي. وفي المركز الثالث الله يا مناورة، مناورة في المركز الثالث أحمد بن سالم بن علي بن عوي الشامسي. وفي المركز الرابع نجمة للشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد مكتوم محمد بن عبد الله بالدبيلة. بينما اللي في المركز الخامس هناك نوف عبد الله بن علي بن سعيد على عويسي. هكذا كانت نتيجتنا أيها الإخوة للمراكز، ذعناها عليكم بالوفاء تمام. الأمور
الامور تبغاره شوط الابكار لمهجنات الاصايل بشعارات اصحاب السمو الشيوخ ومن يرقب من ابناء القبائل. حي هالسير يا ابو محمد، حي هالسير يا ابو محمد، بسم الله ما شاء الله عليها، بسم الله ما شاء الله عليها. هذه اللي تكنوا فيها الشعارة، هذه اللي كتبوا فيها الشعارة، اظهرت سرعة من اللمة لو العصاسيدة ولا تيها روحها في السير مهتمة اول وثاني المراكز. اوه العويسي العويسي بدأ يحرك قطنة، بدأ يكلم قطنة، بدأ يسيطر، بدأ يقترب من الحدث. سلطان بن ناصر بن سعيد العويسي تقبض تقبض ابغارة، تقبض بهذا المركز يدنا اللحظات الأخيرة. الله يا قطنة 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 ما شاء الله ما شاء الله. حذرتكم منها حذرتكم منها عند لوحة 2 كيلومترات. سلام إلى عمان، سلام إلى السلطنة، سلام إلى الشقيقة. سلطان بن ناصر بن سعيد العويسي تاني للناموس، المركز الثاني والثالث أحمد بن عبد الله بن محمد بالهلي، المركز الرابع مستمعينا الأعزاء اللي في المركز الرابع هناك العنود محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الشبيه. ترحيب خامسا سعيد بن سلطان بن محمد العرياني، 6 دقائق التوقيت الزمني، 13 ثانية 71 جزء من الثاني. تهانينا والناموس.